الدكتور سعد شلبي مدير التنفيذ للنادي الأهلي. يا دكتور سعد، ألف ألف مليون مبروك. أهلا وسهلا، الحمد لله، مبروك على مصر ومبروك لكل جماهير النادي الأهلي ومبروك لأعضاء النادي الأهلي. يعني الواحد من الفرحة مش عارف يتكلم، بس أكيد يعني الفرحة فرحة صعبة، بس الحمد لله يعني الأهلي قدر إن هو يحقق المستحيل ويثبت المقولة اللي هي بتقول أن المستحيل ليس أهلاويا. الحمد لله الحمد لله، يعني النهاردة الأهلي بيثبت إن هو فعلا كبير القارة الأفريقية. النهاردة بنلعب المرة الرابعة على التوالي النهائي البطولة، الحمد لله دي المرة الثالثة في الأربع مرات اللي احنا وصلنا فيهم، ودي بتأكد في الحقيقة مكانة النادي الأهلي داخل القارة، إن هو كبير هذه القارة، هو نادي القرن في القارة. النادي الأهلي أيضا بيأكد حكمة إدارته إن الحمد لله، وبيأكد أيضا قدرات لعيبي هذا الجيل. الجيل ده قدر يصنع في الحقيقة ويحفر اسمه بتاريخ من ذهب ما بين كل أجيال النادي الأهلي الكبيرة، وطبعا ده أعتقد إن الحمد لله بيأكد ريادة كرة القدم المصرية عن طريق النادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة شرف كرة القدم المصرية وكان خير سفير لجمهورية مصر العربية. النادي الأهلي النهاردة بيأكد قدرات المؤسسات المصرية الوطنية، لأن النادي الأهلي مؤسسة وطنية عريقة في الحقيقة، ساهمت في تاريخ المصري بشكل كبير جدا، وبتأكد أيضا قوة النادي الأهلي كمؤسسة وطنية كقوة ناعمة داخل جدران القارة الأفريقية، بتأكد مكانة النادي الأهلي على أيضا مستوى الكرة العالمية النهاردة. والحمد لله الحمد لله الحمد لله، يمكن احنا كان بالأمس القريب عندنا أيضا إنجاز كبير، وهو افتتاح مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة، والنهاردة عندنا إنجاز رياضي كبير. فالنادي الأهلي هو نادي الإنجازات، هو النادي اللي بيسعد كل الملايين داخل جمهورية مصر العربية، وأيضا فخر لكل الدول العربية، على الرغم إن احنا كنا النهاردة بنقابل فريق أيضا عربي من دولة شقيقة أيضا المملكة المغربية، نادي الوداد، لكن النادي الأهلي دايما بيأكد إن هو هو دايما اللي بيصنع التاريخ، وهو اللي بيصنع الامجاد، وهو اللي بيصنع الفرحه. ربنا دايما يبارك لنا في النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي لكره القدم ومجلس اداره النادي الاهلي يا رب، واعضاء الجمعيه العموميه اللي هم اللي احنا بنهنيهم، وجماهير النادي الاهلي العريضه الكبيره طبعاً اللي طبعا بتقدم تضحيات طبعا اكيد اكيد، احنا فخورين بيها، والفرحه دي هي ملك الجماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. ده اكيد طبعا. دكتور سعد، يعني أكيد في الـ الأجواء في قبل الماتش خلال الماتش كانت أجواء عصيبة جدا، شفت طبعا 60,000 من المشجعين نادي الوداد المغربي بيزقروا في الملعب، أجواء حماسية، أكيد في فترات كده قلقت فيها. في الحقيقة خليني أقول لحضرتك بمنتهى الأمانة، أنا كان عندي درجة كبيرة من الطمأنينة، عندي درجة كبيرة من الثقة، عندي درجة كبيرة من اليقين في إن ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش تعب حد أبدا، ومجلس إدارتنا تعب، كابتن محمود الخطيب في الحقيقة تعب في إن يقدر يوفق الأجواء اللي تخلي في إنجازات رياضية موجودة لفريق كرة القدم، وأعتقد النتائج دي كانت باينة في الفترة الأخيرة حقيقي. كان عندنا بطولة السوبر المصري الحمد لله ربنا وفقنا فيها، كان عندنا بطولة كاس مصر وفقنا فيها، وبالتالي كنا عندنا ثقة في لاعبتنا إن شاء الله، إن إحنا طالما بنعمل اللي علينا وطالما بنخلص في شغلنا، وده عهدنا دايما في النادي الأهلي، ودايما اللي إحنا بنتعلمه من رموزنا وقياداتنا جوه النادي الأهلي وعلى رأسها الكابتن محمود، إن في فرق عمل. والنهاردة حضرتك شايف الصورة المشرفة، شايف حضرتك القيم والمبادئ اللي بيدار بيها النادي الأهلي، الكابتن حسام غالي رئيس البعثة بينزل النهاردة ويستلم كأس البطولة مع الفريق، وجود رمز كبير داخل القارة الأفريقية مثل كابتن محمود، مجلس الإدارة كله في خلف ظهر الفريق، وكله كان مسافر وكله كان بيوفر فرص الدعم والأجواء، فكان عندي طمأنينة، كان عندي ثقة في إن إحنا دايما بنتعب، ودايما ربنا اللي بيتعب ربنا طيب بيكرمه وربنا بيجازيه، والحمد لله كان يعني الجزاء زي ما بيقولوا عندنا في مصر من جنس العمل، انك كل ما تخلص وكل ما لعبتك بتخلص، وتخلص للفانيلا اللي هي بتستديها، وبتخلص لجمهورها اللي عظيم بيشجعها جدا وبيضحي عليها. اسمح لي يا دكتور سعد، يعني اقول خبر عاجل دلوقتي حاليا، ده خبر عاجل، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهني النادي الاهلي، بيهني جمهور النادي الاهلي بالفوز باللقب ال11
النهارده تهنئه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنادي الاهلي، ويشير الى الانجاز التاريخي اللي النادي الاهلي حققه، اشاده طبعا من سياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الانجاز التاريخي الاستثنائي للنادي الاهلي. ده خبر عاجل، اتفضل دكتور سعد. يعني في الحقيقه خلينا انتهز كمان الفرصه واتقدم بكل الشكر والتقدير لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه التهنئه الغاليه، التهنئه اللي في الحقيقه هي بتمثل لنا كل فخر وكل اعتزاز من رمز الدوله المصريه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي اكيد بتحملنا كمان مسؤوليه ان احنا نبقى حريصين على رفع رايه الدوله المصريه في الجمهوريه الثالثه، ونكون جزء من هذه الدوله العريقه، الدوله اللي احنا فخورين بالانتماء ليها، وفخورين ايضا ان احنا نبقى مع قيادتها، قياده بتاخدنا نحو التقدم، نحو التنميه، نحو الانجاز، نحو التطور، تحت قياده كلنا بنشعر بالفخر بيها. وايضا هذه التهنئه وهذه البطوله اصبحت بطوله لها صفة خاصة، لأن فيها تهنئة من فخامة السيد الرئيس، فكلنا تملأنا مشاعر الفخر والسعادة البالغة بهذه التهنئة وبالبطولة أيضا. يعني اسمح لي دكتور سعد أقرأ النص، البيان، بيان تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي: هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مشيدا بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة 11، مثنيا على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق التي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز. وأعرب السيد الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات. ده كان يعني نص بيان تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنادي الأهلي. سؤال دكتور سعد، ان شاء الله باذن الله بعثه النادي الاهلي هتوصل امتى؟ استعداداتكم لاستقبال الفريق، استعداداتكم للاحتفال بالفريق؟ يعني ان شاء الله خليني اقول لحضرتك مع انطلاق صفاره النهايه احنا بدانا ناخد الاجراءات الاستعداد لاستقبال البعثه ان شاء الله بمطار القاهره. البعثه هترجع على متن طياره خاصه، هتوصل ان شاء الله الساعه 8 الصبح ان شاء الله. هيبقى في استقبال البعثه ان شاء الله، الساده اعضاء مجلس الاداره اللي ما سمحتش ظروف ارتباطاتهم هنا داخل جمهوريه مصر العربيه ان شاء الله في استقبال البعثه، اللي بيبقى الوفد يعني بيقوده الكابتن محمود الخطيب ورئيس البعثه الكابتن حسام غالي، ومعاه عدد كبير من اعضاء مجلس الاداره: المهندس خالد مرتجي، الاستاذ طارق انديل، الدكتور محمد شوقي، الاستاذ جرحي، والاستاذ الضماطي، ايضا الدكتور محمد سراج، والباقي ان شاء الله موجودين. ان شاء الله هنكون في استقبالهم ان شاء الله، يعني كمان ننقل ليهم التهنئه الغاليه والتهنئه العزيزه علينا اللي مره ثانيه بعد ما حضرتك تفضلت مشكورا يعني بقراءه هذه التهنئه. مره ثانيه احنا بنتوجه بالشكر الجزيل لفخامه السيد الرئيس على هذه التهنئه اللي في الحقيقه تعد وسام على صدر كل اهلاوي، وايضا بتمثل لنا اعتزاز بهذه البطوله رقم 11. اكيد في يعني احتفال يليق ببطل القاره السمراء المتوج على عرش بطولات القاره الافريقيه، اكيد في ترتيبات لهذا الاحتفال، هل في اي ملامح نقدر نتكلم عليها؟ مثلا هل في اتوبيس مثلا مكشوف هيطوف مثلا شوارع القاهره؟ هل هيكون في الامر هيتم يعني قصره على احتفال داخل مقر النادي؟ اكيد في ترتيبات. خليني اقول لحضرتك يعني ان احنا ان شاء الله بمجرد ما بترجع البعثه بمجلس الاداره بقياده الكابتن محمود بنرتب الموضوع دوت، لان طبعا اكيد زي ما حضرتك عارف احنا راجعين كمان عشان المنتخب الوطني مسافر، ففي لعيبه هتبقى مسافره مع المنتخب الوطني، وبالتالي لما هننظم حاجه ان شاء الله بندرس الموضوع بعنايه شديده جدا عشان كل الناس تبقى مشاركه، طبعا يخرج برضو بالشكل اللي يليق بقيمه الانجاز وبقيمه ما تحقق من بطوله، وايضا عدد بطولات. يمكن احنا قبل كده كان عندنا احتفال بالنجمه العشرة، النهارده عندنا ان شاء الله النجمه ال11 بتتحقق. ربنا كتر افراحنا يا دكتور. يعني
اكيد اكيد هنبقى حريصين ان احنا نعمل حاجه تليق بهذا الانجاز، بس بمجرد ما البعثه ترجع وتبقى الظروف مهيئه تماما لكل الاطراف اللي شاركت في هذا الانجاز تبقى موجوده. حقهم طبعا، حقهم اكيد. ونعمل حاجه كمان تفرح جمهورنا وتخلي جمهورنا دايما فخور بناديه وفخور بوطنه وفخور ببلده ولاعيبته وفخور بادارته مجلس ادارته وفخور بالنادي الاهلي دايما. ان شاء الله نعمل حاجه كويسه. انا بشكرك شكرا جزيلا، والف الف مليون مبروك دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، بشكرك والف الف مبروك لجماهير الاهلاويه والجماهير المصريه عموما يعني.